السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم وصفة جديدة. الوصفة نتاع اليوم عبارة عن كريب مالح معمر بصدر ديال الدجاج وبلاصوص بيشاميل، لاصوص بيشاميل بالفرماج. نتمنى الوصفة نتاع اليوم تعجبكم، ونتمنى تتابعوا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا المراحل وطريقة التحضير. كنبداو بالحشوه اللي غادي نعمروا بها لي كريب. كنجيبوا واحد المقله كندير فيها شويه الزيت، كنديروا البصله، كنخليوا البصله حتى كتدبال، كنزيدوا شويه ديال الملحه، من بعد ما تشحرت البصله كنزيدوا داك الصدر ديال الدجاج مقطع مرصويات صغار، وكنخليوها كتشحر مع ديك البصله. كنزيدوا شويه ملحه وشويه فلفل كحله، وكنبلعوا عليها وكنخليوها كطيب غير في ديك البصله ديالها وديك الزيت. هنا من بعد ما تشحرت كنخليوها كتبرد، كنمشيو نحضروا لاصوص بيشاميل. بالنسبه لاصوص بيشاميل، عندي كاس ديال الحليب، عندي جوج فرماجات، عندي شويه ديال الملحه، عندي واحد جوج معالق كبار ديال الفرماج رابي، عندي معلقه ونص كبيره ديال الفارينة، ومعلقه ونص كبيره ديال الزبده. كنجيبو واحد الكاسرونه كنديرو فيها ديك الزبده، كنخليوها كتذوب، بعد ما كتذوب كنزيدو لها الفارينة وكنخلطو مزيان باش ما يبقاوش دوك الحبيبات مجمعين. كنزيدو شويه ديال الحليب، كنزيدو الاول غير نص كاس، كنحركو مزيان، من بعد كنزيدو النص الاخر، كنزيدو شويه ديال الملحه وشويه ديال فلفله كحله، وكنخليوه على نار مهيله وحنا كنخلطو حتى كتعقد. من بعد ما عقدت لاصوص بيشاميل كنزيدو لها الفرماج ديال المثلثات، وكنخلطو مزيان. وهنا ديما هنا النار مطفيه، يعني الفرماج كيذوب غير داك السخونيه تاع لا بيشاميل. كنزيدو فرماج رابي وكنحركو مزيان حتى كيذوب هادشي كلشي مع لاصوص. صافي، كنجيبو داك الدجاج كنكبو فيه ديك لاصوص بيشاميل وكنخلطو مزيان. كما قلت لكم كنخلطو مزيان لاصوص بيشاميل مع الدجاج، هاو كي كتجي داك لاصوص هكا كتلصق بالفرماج. كنمشيو كنوجدو لي كريب. بالنسبه للكريب عندي 245 غرام فرينه، عندي نص لتر ديال الحليب، عندي شويه ملحه، عندي واحد معلقه ديال القزبر مقطع، وعندي 3 بيضات، عندي 45 غرام ديال الزبده مذوبه. كنجيبو الكاس ديال الخلاط كنديرو فيه الحليب وكنديرو فيه داك البيض، كنديرو الملحة والزبدة، وكنديرو الفارينة.
صافي كنخلطوا هذا الشيء مزيان. بعد ما كيتخلط كنكبوا هكا في واحد الاناء، كنزيدوا لها القزبر مقطع وكنخلطوا هذا الشيء. لي كريب خاصهم يكونوا جارين، ما يجيوش قاس، ما تجيش العجينه قاسحه. صافي كندوزو نطيبوا لي كريب، هما كي كيجيو كيجيو محمرين وكيجيو خفاف، وخصنا نديروهم رقاق ما نديروهمش غلاط، لحقاش ملي كنعمروهم كنروليوهم باش ما تجيكمش العجينه ديال لي كريب غليظه بزاف. هما لي كريب بعد ما كيطيبوا كي كيجيو كيجيو خفاف، وهي الحشوه تاع الدجاج ولا صوص بيشاميل بعد ما بردت مزيان. هنا كتجي المرحله الاخيره ديال التعمار، كنعمروا لي كريب، كنشدوا حبه ديال لي كريب، نتوما كتختاروا كتبغيو ديروا لها هذا الوجه لتحت ولا كديروه الفوق. صافي كنعمروا نديروا شويه ديال الحشوه، كنكثروا الحشوه ديال الدجاج، كنزيدوا لها حتى حاجه، يعني غير داك الدجاج ولا صوص بيشاميل او فرماج كافيين كيجيو بنان. صافي كنرولي لهم نروليوهم هكا بحال اللي كنروليو نديرو سيجار. كنجيب واحد المول اللي كيدخل الفران وكنستفو فيه دوك لي كريب معمرين، كندير وحده هدا وحده، كنعاود معاكم وحده، كنديرو الدجاج في الوسط في الطرف، كنردو الجناب وكنروليو سهله. صافي كنستمروا هكا حتى كنكملوا لي كريب اللي عندنا، حتى كان يعني حتى كنعمروا المول، وكنتوما العدد ديال الافراد ديال الاسره ديالكم بغيتوا تكملوهم كاملين، ما بغيتوش كتديروا غير الكميه اللي غادي تعمر لكم المول. بعد ما كملت سبتهم هكا في واحد المول كيدخل الفران، جبت انا لاصوص بيشاميل. هاد لاصوص بيشاميل نفس لاوسات ديال اللي عطيتها لكم في الاول، ولكن اللي درناها في الاول كتجي شويه عاقده. هنايا كننقصوا الكميه ديال الفرينه، كنديروا غير معلقه ديال الفرينه باش تجينا خفيفه لاصوص بيشاميل، لقاش الاولى كنا بغيناها تكون ثقيله، داكشي درنا فيها معلقه ونص ديال الفرينه. صافي كنشدوا لاصوص بيشاميل كنديروها هكا في كل كريب، وكنزيدو عليهم شويه فروماج رابي، كندخلوهم الفران كيتحمروا وكيتغراتيناو وداك الفرماج كيدوب عليهم. وهما لي كريب من بعد ما خرجناهم من الفران كيتحمروا وكيدوب عليهم داك الفرماج، وكان الاول كنشعل لهم شويه من التحت من بعد كنشعل لهم الفوق، ما كنخليهمش من التحت بزاف يطيبوا، لحقاش ديجا طايبين باش ما ينشفوش. وتيقوني راه هاد الوصفه هائله، كتجي بنينه، ولاصوص بيشاميل بالفرماج كتجي مبدله، كيجي فيها واحد الكو اخر. نتمنى الوصفه نتاع اليوم تعجبكم، ونتمنى تجربوها ما غاديش تندموا عليها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوليش اللايك، انا محتاجه لدعمكم، والبارطاج علاش لا، والاشتراك اللي مازال ما مشتركش في القناه باش يوصلك الجديد. وشكرا للمتابعه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.